عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفه تاع الحمص بالطحينه، كانوا طلبوها مني بزاف الاخوات. هي وصفه سهله ماهله، انا عارفه في البلاد يحبوها بزاف، وكاين ممكن كان ما يعرفش يخدمها، وهي سهله تقدري تخدميها بوحدك في البيت، يعني ما كان لا تمشي تاكليها في المطاعم. واش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا هنا الى 500 غرام من الحمص. انا الحمص هذا راه عندي جاهز العلب، يعني كما حنا نقولوا مغلي. انت يا واش تعملي؟ تجيبي الحمص بيتي ليله كامله، كما راكم تعرفوا هذه الطريقه، الحمص لازم يبات ليله كامله في الماء، ومن الغد يعني من الغدوه عاد تصفيه، وبعد ما تصفيه تحطيه في اناء، ضيفي له ماء نقي وتزيدي معاه بيكربونات الصودا وتخليه يغلي واحد الساعه، ساعه وربع يعني حسب نوعيه الحمص. المهم الحمص لازم يكون عندك طريني، تعمسي عليه يولي يتفتت، يعني يطيب تماما. هنا راه خلاص، من بعد تصفيه تغسليه وتصفيه وتخليه يبرد تماما، يعني حتى ليله كامله. ومعليش انك لازم تستعمل الحمص بارد، يكون طايب وبارد. واش نحتاج كذلك؟ نحتاج الى ملح بيان سور، نحتاج الى عصير الليمون يعني القارص، راني عامله حبتين، زوج حبات تاع القارص يعني زوج حبات عصير الليمون. نحتاج الى الطحينه السمسم، راني عامله 200 غرام تاع طحينه السمسم، هذه اللي شريتها جاهزه، لكن الطريقه باش تخدموها في البيت سهله 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 مهله. واش تعملي؟ جيبي السمسم ديالك بعد ما تقليه في هكذا في النار، تحمصيه كما حنا نقولوا، بعد ما تحمصيه تعملي كوب يعني كاس تاع السمسم هو جنجلان، كاس تاع جنجلان ولا سمسم، وتضيفي معاه ربع كاس تاع الزيت، يعني كاس تاع الجنجلان مع ربع كاس تاع الزيت، وتضيفي معاه ملعقه يعني تاع قهوه ماشي كبيره، ملعقه صغيره تاع الدقيق يعني لافارين، حتى ملعقتين، ملعقه حتى ملعقتين ولا ملعقه كبيره احسن، وتضيفي معاه الملح. الخطوه الاولى حتى تطحني غايه الغايه السمسم يعني جنجلان، تحصلي عليه بودر يعني تطحني بديك الماكينه تاع القهوه، هذيك هي اللي تخرجه لك الماكينه تاع القهوه اللي نطحنوا بها القهوه، من يولي لك بودر عاده تضيفي له الزيت كما قلنا ربع كاس تاع الزيت، وتضيفي له ملعقه تاع الملح، وتضيفي له ملعقه كبيره تاع الدقيق يعني لافارين، وتزيدي تعاودي تخلطيه للمره الثانيه، راك تحصلي على نفس الخليط، يعني تحصلي على الطحينه ديالك في البيت. واش كذلك نحتاجو؟ نحتاجو الى المثلجات غلاسون، عامله 6 هكا مكعبات، وإلا احتاجيت راح نضيف ماء بارد في الأخير ولا مثلجات، يعني اختيار يبقى لك. المهم كما قلنا 500 غرام حمص، 200 غرام طحينة، 6 حبات تاع المثلجات، و 2 حبات تاع عصير الليمون. نمشيو الحين نبداو على بركة الله. أول حاجة بيان سور نحتاجو إلى الماكينة ولا الميكسور باش نميكسيو الحمص ديالنا. ميكسيه بوحدو شويه، ومن بعد عاد باش نضيف باقي المكونات. اوف اوكي وات هابن اوكي مشكل فوالا. مره على مره تحاولوا تخلطوا هكذا، تعاودوا تردوها تنطحن من جديد باش تتاكدوا بلي كلش مطحن. خلاص راكم تشوفوا ولات يعني كي الدقيق لافارين، هنا خلاص بلي تعرفوا بلي راها جاهزه باش تضيفوا باقي المكونات، يعني نطحنت غايه الغايه ولا نطحن غايه الغايه الحمص ديالنا. هنا عاد باش نبدا نضيف عصير الليمون، انا عامله 2 حبات، تقدروا تعملوا حتى 3، هذه قضيه الذوق. الطحينه كما قلنا 200 غرام، على خاطر ما شكيتش بلي تنباع واجده في البلاد، على بها عطيتكم الطريقه. وانا الحين ماش متوفر عندي هذاك الروبو الصغير تاع القهوه، عندي غير الكبار، وهذوك ما يعطيونيش نتيجه مليحه للاسف.
سينو لو كان خدمتها لكم، ولكن ممكن لهبط البلاد ولا نشري واحد هنا احسن. البلاد عندي متوفر في الحق كل شيء، لكن هنا نحاول نحوس على هذه الماكينه الصغيره اللي عاد ما لقيتهاش، هي اللي تعطيني يعني تطحن لي غايه الغايه اللي. اوكي هنا كملنا الطحينه، سمحوا لي على النهت لا غالب، انا مريضه. نزيد ملعقه هكذا صغيره تاع القهوه وهي قاديه كذلك ذوق. يا ماما طحينه نسي هادو شويه عاد باش نضيف المكعبات تاع الثلج. خلاص من بعد عاده باش نضيف قطعه تاع الثلج ديالي، يعني عامله 6 حبات، ونشوف الى احتاجيت اما تزيدي الثلج ولا تزيدي الماء يكون بارد بارد بارد. فوالا الطحينه ديالي راها جاهزه، يعني ما نزيد لهاش الماء، 6 مكعبات تاع الثلج كفاوني. والحين وصلنا الى اخر مرحله وهي تاع التزيين. واش باش نزوقها شويه زيت الاسود، قزبر شويه، حبيبات تاع الحمص اللي يكون بايلك، زيت الزيتون انا ما نضيفوش في الداخل نضيفو في الاخر، شويه فلفل احمر او فلفل حاوله من احسن الهريسه، المحبين للحار يحبوا الهريسه، وشويه كمون، كمونكم ما تحبي اما تعمليه في الخليط الداخل مي تكوني تخدمي فيها ولا كتزيين فقط. نمشيو نبداو. وهنا في الجانب نحاول نوضع هكذا الكمون، وفي الأخير زيت الزيتون. فوالا البنات هو ده الصحن التقديم ديالي، هو طبق الحمص بالطحينه واللي كنتو طلبتو مني بزاف بزاف كانوا طلبوه مني عفوا بزاف الاخوات. كما شفتوا الطريقه سهله ماهله ما فيهاش مكونات كبار ولا حتى الخطوات، برك لازم تتبعوا الطريقه من الاول الى الاخر هكذا باش ينجح لكم، وان شاء الله تتمتعوا به، واللي تسي ترجع لي الخبر اسكو نجح معها ولا ما نجحش، وان شاء الله ينجح معاك. عييت ما بقاليش السوف البنات، الله غالب كملت يعني في هذو الايام التوالد ديالي تاع الحمل، ان شاء الله ربي يجيب لي ساعه، دعوا معايا دعوا معايا تجيني وقفه سهله مهله، ما بقاتلي لا صحه لا سوف لا والو، مي الحمد لله ما غيبتو ما زدت معاكم على بها، راني نغيب بزاف بزاف، عذروني برك، الله غالب الله غالب الله غالب. والحين كي العاده واش نقول لكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي لايك كومونت اشتراك في القناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركوش. بنتي واش نقول لهم الحين؟ باي باي. باي باي كما قالت لكم بنتي. يا قالت لكم سي يو نيكست تايم. اوكي ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي.